إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله، واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. أخوة الإسلام، أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نتكلم اليوم عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. ما أحوجنا جميعاً في دنيانا أن يكون عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر عقيدة. هناك فرق بين عبادات، وبين معاملات، وبين عقيدة. أنت تعبد الله تبارك وتعالى، بتصلي وتصوم وتحج، تفعل الخيرات وتترك المنكرات، هذه عبادة. العقيدة هي حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، هي توحيد الله تبارك وتعالى، هي إيمان بالملائكة وباليوم الآخر وبعذاب القبر وغيره. عقيدة تكون عند الإنسان، وهذا هو الأصل. لما نتكلم عن خطب تتعلق بعقيدتك كمسلم، تعلم أن هذه أصول. أصول يمكن أن تكون من العباد، بتصلي وبتصوم وتعمل كل شيء في العبادات، ولكن يحدث لك خلل في العقيدة. إن حدث خلل في العقيدة، هذا أمر والعياذ بالله يودي إلى جهنم، وبئس المصير، أمر في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي أن الله تبارك وتعالى يقول: أنا عند حسن ظن عبدي بي، فإن ظن بي خيراً فله، وإن ظن بي شراً فله. الظن بالله سبحانه وتعالى كما قال الله تبارك وتعالى للخاسرين عندما يساقون إلى جهنم والعياذ بالله، يقول: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. سبب الخسران بتاعكم إن أنتوا ظننتوا في الله سبحانه وتعالى ظن سيء. الظن الحسن وظنك بالله سبحانه وتعالى في حياتك، أنا لا أقول كلمات على سبيل أنها كلمات تقال، وإنما أنزلها على الواقع في حياتك. حسن الظن في الرزق لازم يكون، وده عقيدة، لازم يكون عندك حسن ظن في رزق الله تبارك وتعالى، أنك تعلم جيداً أن رزقك قد كتب وأنت في بطن أمك. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوماً نطفة،
ثم يكون علقة مثل ذلك، 40 زيهم، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم تنفخ فيه الروح بعد 120 يوم، ويؤمر بأربع كلمات، بكتب أربع كلمات، ده اللوح المحفوظ، بكتب رزقه، اكتب الرزق بتاعك وأنت في بطن أمك. حسن الظن في الله سبحانه وتعالى هو عدم استبطاء للرزق، إننا ما استبطأش رزق الله تبارك وتعالى بمعصية الله، أذهب لطرق، مع إن خلي بالك في ذهابك للمعاصي أو لطريق تأتي به بالمال ده، هذا ليس زيادة على الرزق بتاعك أبداً، الرزق ده كان جاي لك، إنما أنت استبطأت الرزق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستبطئوا رزق الله بمعصية الله، يعني أنت تستبطئ الرزق وتقول شوف فلان بيعمل كذا وتجيب مال، وشوف فلان بيعمل كذا، وتروح إلى الطرق المحرمة دي قصداً منك أن أنت مستبطئ الرزق وعايز يجيلك فلوس كتير، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. مسألة الرزق مسألة فصلها الله تبارك وتعالى بعد العبادة، قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أصل لما المؤذن يؤذن تسيب اللي في ايدك وتيجي تصلي علشان دي العبادة، ثم أتى بمسألة الرزق بعدها علشان لما تعبد الله تبارك وتعالى تطمئن ان الرزق بتاعك ما فيش حد هياخد من رزقك شيء، فلما تسيب شغلك او تقفل محلك وتيجي تصلي العشر دقايق دولا مش هينقصوا من رزقك شيء. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فصلها الله تبارك وتعالى، أنهى المسألة أنك في عبادتك تنفصل عن مسألة أن رزقها يروح مني شيء، فلما تعبد الله تبارك وتعالى تعبده بقلب مطمئن، هذا هو الغرض. من حسن الظن بالله سبحانه وتعالى أنك لا تتواكل على أني أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وكفى. ما بيعبدش ربنا بس بيقول أنا عندي حسن ظن في الله إن أنا هكون من أولياء الله الصالحين، وإن أنا هكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصفوف الأمامية، هذا أمر مطلوب، ولكن فين العبادة؟ ما بيسجدش لله سجدة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. العبادة اللي أنت بتعملها في صلاة وصيام وصدقات وكل هذا، هذه محض إقرار لله تبارك وتعالى بالعبودية، أنا عبد لله، أمرني فأطعت، ونهاني فانتهيت عن معاصي، هذه إقرار لله. مسألة بقى دخول الجنة هذه برحمة الله سبحانه وتعالى. يبقى أنا اجتهد وما تواكلش وأقول أنا قلبي أنظف من أي حد، وهذا الأمر الذي يكون في استدراج ويكون في إملاء من الشيطان وتزيين من الشيطان، الشيطان يزيل الإنسان، يبقى عنده تبرج لزوجته وأولاده وما بيصليش وكل الأمور موجودة، ويقول أنا أطهر واحد على وجه الأرض وقلبي أنظف قلب على في هذه الدنيا، كيف يعقل هذا الأمر؟ كلنا في عندنا تقصير، كلنا عندنا تقصير وكلنا أصحاب ذنوب، ولكن عندنا حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، ده المطلوب، تنفذ الأوامر على ما أمرك الله تبارك وتعالى، ولم يأمرك الملك إلا بما تقدر على أن تفعله، قال الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
فأنت مأمور بمأمورات اعملها، ويكون عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى إنك بين يدي سبحانه وسيرحمك ويدخلك إلى جنته سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم، لا يخرج أحدكم من الدنيا إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على شاب يحتضر، فلما دخل عليه قال: كيف تجدك؟ حالك إيه؟ قال: يا رسول الله، أخاف ذنوبي، خايف من ذنوبي، وأرجو الله تبارك وتعالى، أرجو رحمته سبحانه وتعالى، أرجو رحمة الله وخايف من الذنوب بتاعتي. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في عبد في هذا الموطن عند الممات الحالة دي إنه خايف من ذنوبه وخايف من لقاء الله تبارك وتعالى طمعاً في رحمته، خوف، وهناك رجاء، أرجو الله تبارك وتعالى إنه يرجو رحمة الله، ما اجتمعنا في رجل أو في عابد في هذا الموطن إلا أمنه الله مما يخاف وأعطاه ما يرجو. الموقف موقف شديد عندما يأتي أحدنا ليخرج من هذه الدنيا. ذكر الإمام ابن الجوزي رحمه الله عن رجل كان من المصلين وكان يصوم عبادات، لكن جزء الحسن الظن بالله كان ساقط عنده من العقيدة. هذا عندما أتى إلى الممات مرض، ومرض الموت يمكن أن يطول، يمكن أن يكون فيه من الشدة، فظنك بالله سبحانه وتعالى أنه تكفير للذنوب، ليس تعذيب، إنما تكفير للذنوب للعبد. فماذا قال؟ قال: إن كان الموت يميتني ولا يعذبني، هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. العبد يجب أن يكون عنده استسلام تام لله سبحانه وتعالى في كل أحواله. رزق لا ينظر إلى غيره، غيرك عنده مال ويمكن أن يكون على غير الإسلام ويكون عنده مال كثير وعنده من الزينة في الدنيا، لا تقول أبداً أنا طائع وأنا كذا وليس عندي مال. وهذا يحدث، أناس يتركون عبادة الله تبارك وتعالى من أجل شيء في رأسه يقول له إن هو عندما يلتزم ويصلي ويعبد الله تبارك وتعالى ما بيجيلوش فلوس، ما بيرزقش. هذا يحدث، هذا واقع. وعندما يترك الصلاة وغيرها من العبادات يلاقي أبواب الرزق اتفتحت قدامه. هذا خلل، خلل في العقيدة وفتنة. الله تبارك وتعالى يفتن الخلائق ويملي ويزداد في أن تكون الفتنة منتشرة ومشرئبة الرأس بين الناس، علشان تكون هذه الدنيا امتحان كما جعلها الله تبارك وتعالى دار امتحان واختبار ليميز الله الخبيث من الطيب. لما تضيق الدنيا على الإنسان يمكن أن يلجأ إلى غير الله تبارك وتعالى بشرك أو غيره، وهناك من يلجأ لله سبحانه وتعالى. حسن الظن بالله سبحانه وتعالى وسوء الظن عقيدة يجب أن تستقر في قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإسلام، هناك حسن ظن في دعائك لله سبحانه وتعالى لازم يكون عندك، وانت بتدعو الله تبارك وتعالى بأي دعاء لازم يكون عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، لأن إنسان يمكن أن يدعو طويلاً ولا يستجاب له، فيسيء الظن بالله سبحانه وتعالى فيقع في المحظور في عقيدة،
فدائما يكون عندك حسن ظن في الله، لأن الدعاء إما أن يستجاب للعبد، يعني أنت تدعو الله تبارك وتعالى والدعاء يستجاب على طول، وإما أن يؤخر هذا الدعاء للعبد عند الله تبارك وتعالى، وإما أن يدفع مكروه عن الإنسان في وقت غير دعائك لله سبحانه وتعالى. كان سيحدث لك شيء، لابنك شيء، لفلان شيء، ونزل هذا الدعاء باستجابة أن الله تبارك وتعالى يرفع عن ابنك أو عن نفسك أو عن زوجتك أو أي حد هذا الابتلاء اللي هيصاب به. هذا هو الدعاء. فمش معنى أن أنت تدعو الله تبارك وتعالى أن أنت ولا يستجاب لك أن أنت هكذا تترك الدعاء. تركك للدعاء هذا سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى عندما يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من صاحب حاجة فأقضي له حاجته، إلى أن يؤذن الفجر في كل ليلة. أماكن وأوقات لدعاء الله تبارك وتعالى بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى. تعلموا حسن الظن برسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يحوطون به في غار ثور وهو ينطلق إلى رحلة الهجرة إلى مدينة رسول الله، والمشركين كما وصف القرآن يقفون أمام النبي صلى الله عليه وسلم أمامه إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. حسن الظن بالله بالأمور البشرية وبالأمور الطبيعية إن خلاص هما مسكوهم يقفون. سيدنا أبو بكر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا، لو بص تحته لرآنا، ده دليل إن فيش مسافة. ما قالوش لو بص قدامه هيشوفنا، قال له تحت قدميه لرآنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما. ده حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. تعلموا هذا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في نصر الله عندما أحاط الأحزاب بمدينة رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يعد أكثر من شهر لابس ملابس القتال والصحابة ما يخلعهاش من محاصرة الأحزاب للمدينة. يعود هذه المدة الطويلة الصحابة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون أنصار يقولوا إيه؟ ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله. ده اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا به وللنبي صلى الله عليه وسلم وعدنا به. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. حسن ظن بالله سبحانه وتعالى عالي جدا. سيدنا موسى عليه السلام لما أتبعه فرعون إلى البحر الأحمر وقف خلاص البحر الأحمر أمامه، وفرعون وجنوده لما أتبعوهم الآية تقول فلما تراءى الجمعان، تراءوا يعني شايفين بعض، ده دليل على قرب المسافة. خلاص الطبيعي إن فرعون وجنوده خلاص هيمسكوا سيدنا موسى ومن معه من المؤمنين. قال أصحاب موسى إنا لمدركون، خلاص مسكونا. قال كلا إن معي ربي سيهدين. ها
هذا هو حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى قال في الحديث القدسي: أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فإن ظن بي خيرا فله، وإن ظن بي شرا فله، اللهم إنا لا نظن بك إلا خيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم يا كريم يا حليم يا حنان يا منان، أحينا موحدين وأمتنا على لا إله إلا الله، وابعثنا في زمرة لا إله إلا الله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كما جمعتنا في هذا المسجد على طاعتك فاجمعنا جميعا في جنتك وأنت راض عنا. اللهم رحمك بنا إذا ما نزلت بنا السكرات، ورحماك بنا إذا ما حملنا على الأعناق، ورحماك بنا إذا ما دخلنا إلى قبورنا، ورحماك بنا إذا ما أغلقت علينا القبور، ورحماك بنا إذا ما رجع الأهل والجميع وتركونا في قبرنا، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك يا عظيم. اللهم ثبتنا بالقول الثابت يا ذا الجلال والإكرام، ولقنا حجتنا في قبورنا، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعلها حفرة من حفر النار. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا وتولى أمرنا واجبر كسرنا وآمن روعنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف من هم على الأسرة يتألمون ولا يتكلمون ولا يعلم بحالهم إلا أنت. اللهم فاشفهم شفاء لا يغادر سقما، اللهم ألبسهم ثوب الصحة والعافية بعد المرض يا رب العالمين. اللهم لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، اللهم لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم الطف بنا يا كريم فيما جرت به المقادير، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمعنا جميعا على حوضه فنسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.